عبده بيقول حمدي فتحي، هقرا تعليقات اكثر لحضراتكم خلال الفتره اللي جايه. وطبعا الناس كلها مستنيه يمكن نتيجه مباراه ريال مدريد وبرشلونه، مباراه الكلاسيكو، كلاسيكو الارض ما بين ريال وبرشلونه. هذه المباراه تقام في سانتياغو برنابيو ملعب نادي ريال مدريد، وحتى الان هزيمه لريال مدريد بهدف مقابل لا شيء احرزه راكيتيتش في عمر او اخر الشوط الاول من عمر المباراه. ودلوقتي الدقيقه 60 وما زالت النتيجه 1-0 لصالح نادي برشلونه. لكل الناس بقى اللي بتسالني على عمالين يبعتوا لي انت بتشجع ايه، انا هقول لكم انا بشجع ايه. بشجع ريال مدريد، انا بعشق ريال مدريد بالمناسبه، يعني انا النادي الاهلي وريال مدريد. ريال مدريد بالنسبه لي يعني انا عارف ان هو مغلوب وعارف ان هو اتغلب 3-0 وعارف ان انا هيتحفل عليا النهارده، بس معلش مفيش مشكله، انتمائي سيظل دايما موجود. ابعتوا لنا يا جماعه برضو قولوا لنا رايكم في ماتش برشلونه وريال مدريد، والناس اللي بتشجع برشلونه مش عايزين بس ايه، عايزين واحده واحده كده علينا، عشان ريال مدريد اليومين دول في حاله صعبه. في حاله صعبه يعني. مش عارف اللي هنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه. والله ما انا عارف النهارده. طيب